أسعد الله مساكم من برنامج البوشية. لكل ديرة فنون الشعبية الخاصة فيها. في الكويت الفنون الشعبية غير، من جمالها وحلاوتها وأصالتها اللي تعكس الثقافة الأصيلة للمجتمع الكويتي. وعلى مر السنين أغانينا الشعبية والفنون تعتبر علامة هامة في الكويت يتوارثها جيل بعد جيل للحفاظ عليها. اليوم عندنا عرس بمعنى الكلمة، ومعرسنا اليوم غير. تبون تعرفون منه؟ بعد الفاصل. أسعد الله مساك محمد الفنان الرائع الجميل أحمد رويشد. مساك الله بالخير، وأنا سعيد جدا تواجدي معاكم في البوشية، وإن شاء الله نقدم لكم أجواء فرح وناسة لكم للسادة المشاهدين ويستاهلون واللي تابعون فيه. تسلم ما تقصر. ناخذه. يا هلا دكتور أيوب. هلا فيك، شلونك؟ الحمد لله، انت شلونك؟ مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. مساكم الله بالخير الكل والجميع. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير دكتور. دكتور شلون اليوم؟ معانا دكتور طبعا متخصص في الموسيقى أبو محمد. هل تشوف بأن الجيل من الشباب يكون عاشق للفن الشعبي؟ والله جيلك بعدك شباب، احنا بعدنا كبار. ايه بعدنا. والله في مجموعه من الشباب مهتمين في الفنون الشعبيه، في اغانينا الشعبيه وفننا الكويتي، وفي شباب لا والله مو مهتم، بس المهتمين ما شاء الله يعني وايد. فن السامري، فنون البحريه، فن الصوت، في كثير ما شاء الله من الفنانين انا قاعد اشوفهم موجودين في الساحه عندنا. طيب يعني انت اكيد حرصت انك تهتم بهذا الفن. طبعا لازم صراحة. لازم نحافظ بغض النظر عن طبعا سفير الأغنية الكويتية الفنان الجميل الرائع عبد الله رويشد، هذا اللون مختلف تماما صح، وهم نتعلم منه يعني صح، لكن ما خذيت اللون الثاني، خذيت اللون الشعبي. انا اخذت اللونين. انا اغني اللون الشعبي واغني اللون الغنائي الطربي الموسيقي، اللونين اخذهم انا. الشعبي في ناس تطلب اللي هو السامري، تطلب السواحلي، الطنبوره، فنوننا الكويتية تطلبها في حفلاتنا وعروسنا اللي هنا في الكويت وبالخليج أيضا بعد. وهم ما يمنع أننا قاعد نقدم أغاني طربية، أغاني موسيقية بتوزيع موسيقي جديد. فأنا ما أخذ اللونين والشكلين بشكل عام، يعني أنا أقدم هاللون وهاللون. هاي المدام كذي نسمع أغنية حلوة منك. حاضر يلا.
يحرق الخدك محل الطرا العافيه ابو محمد. تسلم صوتك. يسلمك يسلمك طول عمرك ابو محمد. بس لك شنو دائما انواع الاغاني اللي يطلبونها منكم بالعرس؟ وايد اغاني. في ناس تطلب من القديم وفي ناس تطلب الاغاني الجديده. القديم اكثر لان سامري اكثر ترند يعني. اي ترند سامري. ردوا على الاغاني القديمه، اغاني التسعينيات، اغاني الثمانينات والسبعينات، يعني كان اغاني عبد الكريم واغاني عبد المحسن المهنا طبعا، اغاني راشد الماجد ايضا هم بعد اغاني التسعينات. نعم. ردوا عليها الحين شوي. وغير القديم اللي الكويت القديم اكثر هم بعد الثمانين والسبعين لا زال موجود ولا زال خالد عندنا هنا. شنو الفن اللي انت دائما يعني تفضله؟ وايد اكيد ادري انه وايد، بس اكيد في شيء معين لك تحبه يعني. انا احب يعني انا احب الخماري مثلا. انا احب يعني السامري شوي واحب الرمبه. يعني مكس. اي ما بين كذي وكذي. السامري لا جو له طبعا، له وقته نسمع وتغنى. والرمبه طبعا ما شاء الله طول اليوم. اي طبعا. اي اغاني مشكل وقديم وجديد نسمع بكل وقت يعني. فالرمبه حلوه، حاب الرمبه انا. هذا اللي نقول عنه دكتور، ان المطرب لما يكون لما تكون آلته وياه. اي طبعا. أي. طبعا. بعدين احمد رويشد يعزف عود، يعزف كيبورد، يوزع،
الى حين ما شاء الله عليه يعني ملم ما شاء الله. اي نعم. فمو غريب على يعني انه يغني الرمبة، يغني السامري، يغني الخمر، جميع الفنون ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليك. الحمد لله. عاد يعني انا اعرفك من زمان بس انه يعني انا مستانسه اني قاعده اقابلك، يعني قاعده اشوف يعني هذا التطور الحلو اللي انت يعني مشيت فيه والحمد لله. الحمد لله. عسى الله يبارك لك ان شاء الله يوفقك يا رب. يسلمك. ايش راح تسمعنا؟ نقول الفرحة طابت. يلا الفرحة طابت. عسى الله عسى أيامكم كلها أفراح إن شاء الله. آمين يا رب. والفرحة طابت يا هوى والسعد غنى، بدر الليالي استوى ونور محلى. والفرحة طابت يا هوى والسعد غنى، بدر الليالي استوى ونور محلى. توالفت القلوب محبوب مع محبوب. بخت منه التقى ويا حبيبة، وارتاح بعد الشقا وحصل نصيبة. يا بخت منه التقى ويا حبيبة، حبيبة وارتاح بعد الشقا وحصل نصيبة. الله الدنيا كل ملها تزيد تحلى بعين العاشقين. ولله يعدي والنار 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 والنار.
سامت عيون العادلين وعيوننا مليانة حنين، عيون العادلين وعيوننا مليانة حنين. يا ليت كل العاشقين مثلتنا عنا وللنا يعدي والنار ما ندري عنا يعطيك العافية. نقول الحين دكتور أحمد ما باقي شيء، ها؟ إن شاء الله قريب. إن شاء الله إن شاء الله. أبو محمد أنا أدري صوتك حلو اللي إحنا قاعدين نسمع الأمانة. من الشخص اللي أنت تعلمت منه لو هو موجود شنو ممكن توجه له رسالة؟ والله في بدايتي تعلمت من عمي فنان عادل رويشد. يا حلوة، نوجه له تحية. وعمي الفنان عبد الله رويشد طبعاً هو كان الأساس. أكيد. بس عمي عادل هو اللي أخذ فيني بالحفلات واللي ابتديت معاه يعني كعازف وغنيت معه. نعم. عمي عادل. بس هم تأسست في الغنى الشعبي أول شيء من مع الفنان البحريني محمد البكري. الله. اللي جدا نوجه له تحية وحب هالفنان. نوجه له تحية الفنان البحريني محمد البكري والنعم والله. والفنون الشعبية هنا في الكويت طبعاً تعلمت من أبونا الفنان سليمان القصار. أكيد. والفنان باسم الردهان أيضاً. الله. يعني تعلمت منهم الفن السامري والزفات والأغاني الشعبية كلها تعلمت منهم واشتغلت معاهم في أكثر من حفل وأكثر من عرس وقعدت أسمع وأحفظ. خلني أسمع أغنية حلوة منك. حاضر حاضر تحيح. جنها يا محلى ذيج البنية سألت عنها قالوا لي خليجية قمر جنها يا محلى ذيج البنية سألت عنها قالوا لي خليجية يا وردة وما على الحب بس ماتج وانا اتحدى وراعاك الله
تسلم تسلم يا ابو محمد. سلمك 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 الله يعافيك يسلمك. تجابلتوا بمصر اثناء الدراسه؟ ايه زين. إيه في الماجستير ساعدتوا بعض نفس التخصص؟ لا ولا؟ كنا مرحله ومرحله. دكتور كان سابق نفسنا ايه في الماجستير. انا بعده بسنه رحت للدبلوم الدراسات العليا. فدكتور ايوب كان سابق نفسنا وهو يا مجموعه من الاساتذه وياه. جميل. تخصصك شنو كان؟ انا علوم موسيقى العربيه. انا قانون. قانون قانون الات. يعني انت اي تاتش الكويت. والله صدق. اي بس احنا غير القانون التركي يختلف عن القانون العربي. شو الفرق؟ الحجم، الصوت، العرب. زين. يختلف طبعا. هو فيه يعني يعتبر متطور اكثر. من لان في نغمات زياده العرب اللي هي العرب الموسيقيه. حلو. والقالب غير شويه. الصوت طبعا القانون التركي شويه يعني احد من القانون الشرقي. هذا في رخامه. جربت تعزف بقانون تركي؟ جربت بس انا احب الصوت العربي صراحه. إيه؟ بعدين قانوننا هذا اكيد لا يمكن استغنى عنه ما دام هذا قانون عيل. اكيد احنا قانوننا لازم نغني ويا بعض. طبعا. حاضر يلا. تجوني وانا وانا احبك واحبك
العافية أبو محمد. الله يعافيك وسلمك، وأنت يعطيك العافية. الله يعافيك، بما أني بين دكاترة يعني أفاضل، بس أعطوني تقييمكم من 10. أنا أقول 5 من 10. أنا أقول 15. لا صدق والله فنانة مطربة يعني زين، ما بالمقامات ماشية يعني. أوه تحويلات وحولتها بعد. بعد. صدق. ولا ما تدري. لا والله ما حسيت بروحي صدق. لا فنانة منى ما شاء الله عليك. والله بالعكس يعني أنا سامعك من الأول، وهم بعد يعني استمتعت انا وياك وانا اغني بعد. شوف انا سالفه الكمبارس يعني لاحقتني وانا صغيره. زين وانا صغيره غنيت اغاني حق افتح يا سمسم بحدود يمكن كم، كنت كورال وغنيت سولو بحدود شيء 80 اغنيه. ما شاء الله. فصدق قاعده اتعلم يعني من هذا شوي من هذا شوي من هذا شوي يعني صقلت الشغله يعني. كلنا كذي بدايتنا كذي احنا كلنا. انا احب الكورال، غنينا كورال وغنينا وايد اغاني تجارب. أيه؟ لين ما صرنا مطربين طبعا. تسلسل. أيه؟ هي شويه لازم. تصعد. هل سبق انك انت زفيت معرس؟ وايد دخول الصاله ورا المعرس، زفه المعرس وايد. ممكن من بعد اذنكم نسمع هذه الزفه من اخونا احمد رويشد لسبب. احنا سمعناها من الكبار، سمعناها الحين من الفنانين الشباب اللي مثل أحمد رويشد. خلونا نسمع حتى الناس تعرف أكثر على هذا الفن. إن شاء الله. ممكن؟ حاضر. صلاة سلام عليك يا حبيب الله. عاشر حاضرين كل المعاشر يا معيريس. عين الله تعال القمر والنجوم تمشي والله يا معيريس. أنا زفيتك والولا شايل الخوف خروارا يا معيريس. عين الله تعال I'm gonna make it.
يعطيك العافية على هالزفة الحلوة ولا شو تقول دكتور؟ إيه والله تسلم تسلم والله حسسني كأني بعرس قاعد. إيه نعم عرس شبابي خف الدم كلام حلو الحمد لله والرد الحلو يعطيكم العافية. الحمد لله الله يعافيك. تحرص على المشاركات خارج الكويت؟ طبعا في مشاركات يعني امثل فيها الكويت اكيد وفي مشاركات خاصه يعني كحفلات عروس وزواجات برا الكويت في الخليج بشكل عام. نعم مشاركاتي هم بعد اللي تمثل الكويت هم بعد شاركت في ايطاليا شاركنا في امريكا شاركنا وان شاء الله في الاكسبو ان شاء الله مشاركين فقاعد نمثل الكويت في كل بلد واحنا يعني جاهزين لخدمة الوطن خدمة هالبلد في كل المجالات سواء بالغنى بالعزف في الموسيقى في الفنون يعني بنقدم شيء يعني يشرف الكويت. هذا مثال الفنان الشاب اللي فعلا يتغنى باسم الكويت وفعلا الكويت تستاهل عيوننا تستاهل. وروحنا كلها طبعا تستاهل ديرتنا الكويت هذه. لما نتشارك في الخليج هل أغانينا الشعبية مطلوبة بالخليج؟ طبعا اكثر الاغاني شنو او اللون اللي تقدم لهم مثلا اللون السامري اللون السامري وحتى الرومبا الاغاني الكويتيه القديمه اغاني الثمانين والسبعينات اكثر الاغاني السامري 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 يحبون سامري الكويت الله. لما اروح السعوديه لما اروح البحرين قطر الامارات ينطلب منه سامري الكويتي لان هم تثقفوا على فن السامري كلهم الله. كل الخليج يعني مستمعين الخليج كلهم حابين طبعا ذويقه طبعا بس اكثر سامريه مطلوبه بالخليج عشان انا اقول لك اللي دائما يطلبونه مني والله وايد ماكو شيء معين ينطلب يعني ابشري يا عين حتى مطلوبة. الطنبوره ابشري يا عين مطلوبه غاب بدري مطلوبه ترحب بغيري تيه افكاري افكاري غزال كلهم هذول يعني يحبونهم مطلوبين بالخليج ما كنا ودنا نسمع تيه افكاري غزال حلوه طبعا ها حاضر يبيلة يبيلة عم مهند يا عالي شفت شباب
حسدونه وما حاله شرشف زبونه لا بالشاي بشي عدا افكاري غزال سالم يا سالم شو الحركات هذه لازم 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 الشطانه تصير بالعرس او بالحفله حتى بالشبك اينا كذي الشطانه بالسامري لازم يكون في ذكاء وشطانه عشان تحاور الجمهور والناس اللي في العرس موجودين تحاورهم بهالشكل يعني تغني سامريه ساعات ما تصير واحده تشبك معها ثانيه المناسبه وياها نفس الرتم نفس المقام نفس الايقاع يعني لو صار هي أسرع شوية تصير ماكو مشكلة هو مرات الحين يعني في الوقت الحالي بعض الأعراس خصوصا الحريم تغنون من وراء البارتيشن صح فأحس أنا الأجواء اللي خلف الكواليس يسمونها تكون أحلى من داخل العرس نفسه يعني طبعا لأن عشان شو يصير في كونتاكت بينك وبينهم يعني لأن إحنا خلف الكواليس ومعاي الفرقة طبعا و روح حفله هذه احنا 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 نطالع بعض ونحس ببعض ومستانسين مع بعض كفرقه وبالاجواء وكذا والابتسامه والضحك طيب اما داخل القاعه مثلا عند الحريم يكون في تواصل مع مثلا مشرفه تكون داخل نعم فيتواصل معنا عن طريق مثلا الجهاز اللاسلكي ولا كذا فتبلغ انه والله الناس مستانسه داخل الناس يعني قاعد ترقص اكثر في عدد اكثر ناس ترقص مستانسين وصفقه وكذي فهني انا اتحمس واشبك اغنيه يعني ثانيه ورا الاغنيه اللي انا مغنيها مثلا لا 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 خليك متحمس وجوك حلو إيه؟ ها الحين إيه؟ ودنا نسمع البداوي اي البداوي هذا لون لون حلو حلو
وممتع أكيد يعني طبعًا. من فينا ما يستانس على البداوي وصدقة البداوي ناس ترقص عليه طبعا يعني حريمنا ما شاء الله يحبون الأجواء هذه واللون البداوي لأن مدح وغزل وكذا فحلو يحبونه يلا نسمع حاضر استاذ يا حسين انا عيني سهيرة ما تذوق المنام الفن الحلو سلمك شذوق من البداوي ليه السامري ليه زفة المعرس هاي دكتور الله عليه بس مميز بالبداوي صراحة سلمك الحمد لله أنا تعلمنا الفن هذا يعني صار لي فترة طويلة يعني أحفظ وأحاول أجيد اللهجة أو طريقة الغناء في الهنك البداوي شوية مختلف عن باقي الأغاني أكيد أكيد فلازم القصيدة تقراها عدل وتحفظ معانيها وشلون تلقيها وتغنيها بشكل البداوي صراحة صوت صراحة يعني ما أدري شو أقول لك ما ودنا ننهي وياك ليلة مميزة جميلة بحضورك حضور الدكتور نوخذه دكتور أيوب خضر وأيضا كل الحاضرين الشباب الفرقة الجميلة خالتي مهند الله يحفظك يعني شكرا لك لوجودك معنا ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق في كل حياتك باذن الله ان شاء الله اجمعين الله كلمه اخيره حاب تقولها اولا انا اشكركم على الاستضافه الحلوه هذه وعلى البرنامج الحلو البوشيه اسمه تراثي البوشيه والاجواء الحلوه يعني مشاركه الفرقه الموسيقيه واللقاءات وكل
الستاف اللي موجودين الشباب هنا يعطيهم الصحة والعافية. يعني استمتعت وقدمنا مجموعة ألوان حلوة للجمهور، وإن شاء الله يكونوا استمتعوا معنا يعني مشاهدينا يعني بهالألوان الغنائية الحلوة هذه. أهل الكويت والخليج يحبون الطرب، شو ما راح يستانسون بهالأجواء الجميلة والحلقات الجميلة هذه. الحمد لله الحمد لله، وأنا استمتعت وإن شاء الله يكونوا استمتعوا معنا مشاهدينا هالأغاني بإذن الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، مشكورة، وأنا باسمي باسم الشباب تشكر منكم وتشكر للفنان. شكرا دكتور، ما قصرت وما قصرت، إن شاء الله دوم معنا إن شاء الله. باسمي أنا وباسم كل الستاف نتشكر منكم أعزائي المشاهدين إنكم شاهدتوا برنامج البوشية، وكل الشكر والتقدير لكم.